انت شبه سامو زين قوي. هو اللي شبهه. هو اللي شبهه. حلو. لا تبقى مصري. تبقى مصري صح يا مصر. هتسمعنا ايه؟ احلى حاجه فيك. عارف احلى حاجه فيك. يلا اتفضل. انت عارف لحن مين ده؟ رامي جمال؟ لا عمرو مصطفى. وكلام مين؟ ايمن بهدف قمر. بس عارف هو كتب له حاجات كتير في الالبوم بتاع اللي فات ده. رامي جمال و ايمن قمر وعمرو مصطفى. المهم عارف مين اللي بيغنيها ولا؟ يلا كويس. عارف احلى حاجه فيكي ايه؟ بتحلي اي شيء عينيكي تيجي فيه. قمر ده اللي تتساوي بيه. تعالى اقول لك احلى حاجه فيكي ايه؟ ولا انت فاهمه قصدي واللي بالي فيه؟ فيك اللي يا ما انا حلمت بيه ليالي. يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله. ده كتير عليا الحب ده والله. حركه اكتر. اتمنى اكتر من كده ايه. يلا وان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله. ده كتير عليا الحب ده والله. هتمنى اكتر من كده ايه. مش حلو. 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 سمعنا حاجه لام كلثوم كده. بعد صعب العمليه بالمره. عجبني الرياكشن. طبعا. غني لي شوي شوي. غني لي وخد عيني. غنيلي شوي شوي. غنيلي وخد عيني. خليني اقول الحاني اتمايل لها. السمعين وترفرف لها. الاغصان النرجس مع الياسمين وتسافر لها. الربان طويل بوادي طي. شوي 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 شوي. غني لي غني وخد عيني. انت غنيت سلام. انت بتمر بتجربه حب صح؟ لا والله خالص. اشوف في احساس جميل وعمال تقول لامينه مش عارف ايه. انت حاسس ان في لا بس كده حركات يعني حركات. وشكله وهو بيقول لك لا يعني شايل الموضوع من دماغه خالص. مركز في شيء ثاني. هو انا بحب الغنى جدا من زمان يعني وانا صغير يعني. انت عندك كام سنه؟ 23. وبقالك قد ايه بتغني؟ من وانا في المدرسه ابتدائي يعني. دارس ايه؟ دارس حاجتين. دارس خريج كليه تجاره وزي خالد. ودارس القاهره ولا العين شمس؟ عين شمس. ودارس هيومن ريسورس مانجمنت في الاي سي. حلو حلو حلو. وبحب خالد سليم جدا. الله يخليك. لا بجد والله. انت حاليا كمان قوي. بس ما بيأثرش في البرنامج. ما بيأثرش. لا والله انت عارف انا كنت اغني حاجه خالد سليم قوي. لا بلاش. لا ما ينفعش. طبعا طبعا ما ينفعش. بس انا من قبل ما اعرف وانا يعني انا الفيديو اللي بعته كنت مغني خالد سليم قبل ما اعرف يعني. طب وانت بتحب سامو زين؟ انت شبهه قوي. اكيد بحبه. الاحراز. المهم يعني سامو جميل. سامو جميل. الكل غنى والكل عنده امل بالنجاح، لكن اللجنه وحده عند القرار. وقبل النتيجه خلونا نسمع كيف غنوا المشتركين. عارفه احلى حاجه فيكي ايه؟ بتحلي اي شيء عينيكي تيجي فيه. قمر ده اللي تتساوي بيه. معانا اديته كويس. سمعنا منكم. الحين جاء الوقت انتوا تسمعوا منا النتيجه. للاسف اهلك واصحابك. حرام. اهلك واصحابك اللي شجعوك ان انت تكون موجود معانا النهارده. هتكلمهم النهارده تقول لهم ان انت قاعد معانا.